التكليف لهذه المؤسسات، وايضا في اطار استقرار هذه المحاكم الجديده معتمدا لتدبير المرفق العام والارتقاء بادواره خدمه للصالح العام، مما يشكل مناسبه للقيام عمل هذه المؤسسه وتوجيه اعمالها باتجاه مواكبه شروط التنميه المندمجه والاستجابه الفعاله لانتظارات المواطنين والمواطنات. فكما لا يخفى عليكم تندرج اشغال هذا المجلس الموقر في مناخ متسم باستمرارية مواصلة تنفيذ أوراق استراتيجية كبرى عبر مختلف ربع المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه، حيث يحظى قطاع التعليم بإمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية. وفق المنظور الجديد الذي تعتمده الوزارة الذي يجعله من الوكالة الحضرية أدمت لمواكبة بفضل ما ركبته هذه المؤسسة من تجارب وخبرات في مجال تحقيق المجال. كما أن السياق الذي تندرج في هذه المحطة يعتبر مرحلة ولازمة في تاريخ المنظومة الترابية ببلادنا بفعل ورش جهوي متقدمة والذي يمثل دعما أساسيا لتعزيز النمط الكتابي ولا تمركز. الأمر الذي يستدعي خراط وتعداد كل الطاقات والنخب المحلية في غاية وضع وتنفيذ مشروع نهوض متوازن ومستدام يرتكز بالأساس على دعم الاستثمار المنتج وعلى تجاوز معدل السكن غير اللائق وإنعاد الحركة الاقتصادية وتأهيل المراكز الحضرية والقروية. ومؤسسة الوكالة الحضرية باختصاصاتها تتموقع في ثلث وقلب هذا المشروع بحكم الأدوار الأساسية المنوطة بها في ميدان التعليم، وأيضا باعتبارها شركة متميزة للجامعات الترابية في مسألة النهوض بشروط التنمية المحلية. هذا وكما يترجم انعقاد مثل هذه المجالس التزامات الوزارة على مستوى البرنامج الحكومي 2017-2023 والذي يقضي بضرورة الانخراط في سيرورة الإصلاح المؤسساتية وإعمال مقاربات متجددة لمعالجة الإشكاليات المجالية على مختلف مستوياتها، وذلك من خلال تبني نموذج متجدد للسياسة الوطنية لإعداد التراب، تقدير التعمير والبناء في العالم القادم، مواصلة تنزيل سياسة المدينة، الارتقاء في دور الوكالة الحضرية من خلال إعادة تموقع الوكالات على المستوى الجهوي. ومن هذا المنطلق الوكالة الحضرية للخميسات مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى بذل المزيد من الجهد على مستوى توجيه تدخلاتها صوب الإشكالات التنموية في مجال التدخل والتموقع بقوة اقتراحية في خدمة المنظومة المحلية والورش الجهوية اختيار لا محيل عنه لأجل رفع مختلف الرهانات ومجابهة التحديات الآن يوم مستقبلية. إذ لا سبيل لذلك إلا بإنصات لنبض المجالات واستنهاض قدراتها الذاتية والعمل جنبا إلى جنب مع الفرقاء المحليين لإيجاد حلول لإشكالات التنمية المحلية الحضرية وإنعاش مناطق ذات خصوصية قروية. حضرة السيدة والسادة، إن دعم وتعزيز تموقع الوكالة الحضرية والارتقاء بأدوارها والعمل على تفعيل اختصاصاتها في مجال التخطيط الاستراتيجي لتقدير التنمية الترابية ومواكبة الدينامية العمرانية أصبح مطلبا أساسيا بالنظر لحجم التحديات والرهانات الآنية والمستقبلية التي تجاذبها المجالات القروية والتجمعات الحضرية إن على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو التوازن المجالي وحماية الموارد. ومن هذا المنطلق فإن الوزارة تسعى إلى دعم وتنمية الأدوار المنوطة بهذه المؤسسات، تفكير في آليات ناجعة لتقدير التحولات العمرانية، اعتماد مقاربة متجددة للسياسة الحضرية الوطنية، ومراجعة مناهج التخطيط المعتمدة وتحيين المنظومة القانونية الخاصة بالقطاع، علاوة على الحث على تنظيم وتقدير نمو مختلف المجالات من خلال تبني مقاربة جديدة في أفق مجالات 2040، وذلك عبر تحديد إطار يسمح بتحقيق تنمية متجانسة ومتناسقة على مختلف الأصعدة، تفعيل مقاربة خاصة بتهيئة وتحيين المجالات القروية خاصة المراكز الصاعدة في إطار شراكات محلية، وذلك وعين الوزارة بما لهذه المراكز من دور كيميائي في هيكلة المناطق ذات الطبيعة القروية وتحسين المشهد العمراني وتنظيم وتقريب الأنشطة والخدمات العمومية وتقوية الجاذبية للنطاقات القروية المحيطة بها. إن المواكبة الجهوية المتقدمة من خلال وضع وإعداد برامج عمل طموحة تستجيب لحاجية المجال الجهوي والانتظارات الساكنة تستوجب علينا جميعا مقاربة المسألة التعميرية من منظور جديد يأخذ بعين الاعتبار الإشكالات والرهانات المطروحة على المجالات الترابية في كل مستوياتها، خاصة أن التحدي اليوم لا يكمن في اكتفاء
هي شمولية تقارب المجال من منظور أوسع يتجاوز من المدينة والمركز إلى مجال أعمق قد يتطابق مع كل الإقليم والعالم. وفي هذا الإطار تطور إشارة إلى الجيل الجديد من المخططات التوجيهية للتهيئة الأفرادية التي أطلقتها الوزارة لمواكبة دينامية التحولات الأفرادية التي تعرفها المجالات كما هو الشأن بالنسبة لإقليم تونس. وذلك من خلال المخطط التوجيهي لخمسة خمسة الإعلام باعتباره وتحصيل الشرفية ستمكن لا محالة من تحديد التوجهات العمرانية الكبرى لإعداد وتنمية النطاق القروية والحضرية ومصاحبة دينامية الاستثمار التي يعرفها الإقليم في أفق 20 سنة مقبلة. حضرات السيدة السادة، إن الخصوصيات المميزة التي يمتلئ بها الإقليم بحكم موقعه الجغرافي وكذا مجموعة من المؤهلات الطبيعية والبشرية التي يتخر بها ليس عين هذه المؤسسة بمعيه الشركاء المحليين العمل على توجيه ومواكبه التدخلات العموميه واستثمارات القطاع الخاص وفق منهجيه تعتمد توفير الشروط المناسبه لاستماله واستقبال الرسامين خاصه في القطاعات الصناعيه والسياحيه والخدمات والاسهام بذلك في تحسين ظروف عيش الساكنه وذلك من خلال التنسيق الدائم والاستجابه لانشغالات المواطنين والمواطنات مواكبه انجاز المشاريع الكبرى والاهتمام بمناطق ذات الصفه الخاصه التاريخية والطبيعية، الحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المنشأ الحضري، حماية مناطق فلاحية ذات قيمة ومؤهلة إنتاجية عالية، اعتماد مقاربة نافعة لمسألة التخطيط المجالي الشريع وتعليم إنجاز وزارة التعليم وتجويد مضامينها وتحيين المتقدمينها، الإسهام في إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التشغيل والإنتاج الحضري، مواصلة المجهودات المتعلقة بتبسيط المصادر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحلي لشكل وشروط تسليم رخص التعمير، إلى عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء في العالم القروي، ووضع برامج مندمجة لمراكز التجمعات القروية الصاعدة. كما هو في علمكم خرجت الوكالة الحضرية للخميسة في ورش استكمال التغطية بوثائق التعمير، وخاصة المناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا، والعمل على تحيل الوثائق المتجاوزة منها. ومواكبة دينامية الاستثمار وكذا تطوير آلية التدبير الحضري عبر تبسيط المصادر ومسالك الحصول على التراخيص والأذون في ميدان التعمير تفعيلا لمطالب المرسوم المتعلق بضابط البناء العام عبر المساهمة في وضع الهيئة الإدارية المكلفة لدراسة طلبات الترخيص المتعلقة بالشفاف الوحيد بحيث لا يسع مسمى التنويع الجدية والدينامية التي يشتغل بها أطر موظفو هذه المؤسسة والتي تبرز نتائج الإيجابية من خلال الحصيلة المسجلة على مستوى ارتفاع نسبة التغطية لوثائق التعمير والتنفيذ في الأول المعدل 100% من التغطية، وكذلك تجاوز نسبة 90% كمعدل الموافقة على مجموع الملفات المدروسة بالنسبة لطلبات رخص بناء وتجسيد وإحداث مجموعات سكنية وتقسيم عقارات. كل هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا الدعم البناء والتعاون المتواصل الذي ما فتئت تقدمه السلطات الإقليمية والمحلية والجماعات الترابية حتى يتسنى لهذه المؤسسة الاطلاع بالمهام المضغوطة بها على وجه الإكمال. واغتنم هذه المناسبة لأجدد الشكر لسيد عام الإقليم على احتضانه لإشغال هذا المجلس في مقر العمالة والسادة رؤساء المجالس الترابية على الدعم الذي داوم على تقديمه لمصالح الوكالة الحضرية للخميسة حتى يستنى لها أن تنهض بمهامها بفاعلية ونجاعة. كما أوجه الشكر لكل طاقم المؤسسة وعلى رأس السيد المدير على الجهود التي تبذل يوميا ودعوته للمزيد من التعبئة والعطاء لكل الأهداف المرجوة ومواكبة المشاريع العمرانية والبرامج التنموية لتراب الإقليم والتخميسات، وكذا النهوض المستمر لجودة الخدمات المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين. وفقد الله جميعا فيما سعى إليه لبلوغ الأهداف المنشودة وفتح وجهة الرسالة الإسلامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والسلام عليكم.